is an invertible matrix. إذا كانت A قابلة للانعكاس فـ its inverse is unique. معكوسها وحيد. يعني المعكوس مصفوفة معكوس وحيد. يعني ما فيه معكوسين. إذا المصفوفة لها معكوس فهو مصفوفة وحيدة فقط. الخاصية الثانية يقول لك معكوس المعكوس هو نفس المصفوفة. طبعا هذا واضح لأن احنا قلنا A في A inverse يساوي مصفوفة الوحدة. إذن هذه معكوس لهذه وهذه معكوس لهذه، فكل منهما معكوس الأخرى. معكوس المعكوس هو نفس المصفوفة. لو كان عندك مصفوفة مضروبة في عدد قياسي C وجدت أوجدت المعكوس لها، فستحصل على نفس النتيجة لو أنك أوجدت المعكوس حق المصفوفة وبعدين ضربته في واحد على C. لو كان عندك طبعا هنا يعني ممكن نقول حيث الكي عدد صحيح ينتمي إلى زد بلس. هذه الخاصية يقول لك القوة تتبدل مع المعكوس، القوة تتبدل مع المعكوس. فلو عندك مصفوفة ضربتها في نفسها مثلا كي من المرات، مرتين ثلاث أربع مرات، ثم أوجدت المعكوس، أو أنك أوجدت المعكوس أولا ثم رفعتها للقوة K، ستحصل على نفس النتيجة. إذن المعكوس أو القوة تحافظ، ممكن نقول القوة تحافظ على المعكوس، أو نقول المعكوس يحافظ على القوة، أو نقول القوة تتبدل مع المعكوس. طبعا بعد شوي بناخذ مثال على هذه، وأظن برضه على رقم 5. بس نشوف إيه مدور المصفوفة معكوس مدور مصفوفة يساوي مدور المعكوس. بمعنى أنك لو أخذت مصفوفة دورتها وشيء وبعدين أوجدت معكوسها، أو أوجدت معكوسها وبعدين دورتها، ستحصل على نفس المصفوفة. إذن التدوير يحافظ على المعكوس أو المعكوس يحافظ على التدوير. الخاصية السادسة يقول لك AB inverse معكوس حاصل ضرب مصفوفتين يساوي معكوس الأولى في معكوس الثانية. فالمعكوس ما يحافظ على ضرب المصفوفات لكن يغير الترتيب، يحافظ عليه مع تغيير الترتيب، مع تغيير الترتيب. أو بمعنى آخر لو ضربت مصفوفتين وبعدين أوجدت المعكوس ستحصل على نفس النتيجة لو أنك أخذت المعكوس وبعدين ضربت، بس بتغيير الترتيب، بس بتغيير الترتيب. مثلا ناخذ بعض الأمثلة على بعض الخصائص اللي قلناها. لو أخذنا المصفوفة A فمعكوس المصفوفة A هو هذه المصفوفة. طبعا ممكن نجيبه بالطريقة اللي قبل شوي، أو مستقبلا ممكن نجيبه بالطريقة الثانية. ومربع الـ A هو هذا المصفوفة. لو ضربت A في A ستجد أنها تساوي 3.8 و4 هو 11. طبعا وضربت A لو قلنا هذه A 1 و2 و1 و3، أضرب صف في عمود 1 في 1 و2 في 1 و3، هذه بعدين الصف الأول في العمود الثاني 1 في 2 و2 في 3 و6 و8، هذه وهكذا. إذن ربع المصفوفة بشكل عادي تحصل على A ترمين. الآن لو جيت للمعكوس هذا اللي أنت وجدته وربعته ستحصل على هذه المصفوفة، ولو جيت للمربع وأوجدت المعكوس حقه ستحصل على هذه المصفوفة. ولاحظ أن كل المصفوفتين متساوي، لاحظ أن كل المصفوفتين أو المصفوفتين متساويتين، وبالتالي القوة تتبدل مع المعكوس أو المعكوس يحافظ على القوة. وهذه الخاصية رقم 2 أو 3 اللي الثلاثة اللي شفناها قبل شوي، يقول لك A K inverse يساوي A inverse plus K.
احنا اخذناها اخذنا المثال على القوة الثانية والقوة اثنين. مثال اخر على خاصية اخرى يقول لك لو عندي مصفوفتين A و B لو ضربناهم في بعض سنحصل على هذا المصفوف اللي هي حاصل الضرب. لو أوجدنا معكوسها سنجد أنه هو هذه المصفوفة. الآن نسوي الشغلة الثانية وهو أن نجيب معكوس هذه B inverse، نجيب معكوس هذه A inverse ونضربهم في بعض بهذا الترتيب ونشوف ترى أنا نحصل على نفس المصفوفة هذه ولا لا. فإذا جبنا B inverse في A inverse، B inverse تطلع هذه صفوفة معكوسة B، معكوسة مصفوفة B بيطلع هذه المصفوفة، معكوس A بيطلع هذه المصفوفة. إذا ضربناهم في بعض سنحصل على نفس المصفوفة اللي فوق، وبالتالي بالفعل الخاصية متحققة وهي أن A في B inverse. طبعا الخاصية ما نثبتها بمثال، هذا المثال لمجرد للتوضيح. الخاصية بهذا الشكل إذا كنا نتكلم عن خاصية عامة لكل المصفوفات بكل بأشكالها، فمعناته إحنا نتكلم عن إذا أردنا الإثبات لابد أن نثبت بشكل نظري، وهو فيه إثبات نظري لكن ما هو مجال دراستنا، لكن هذا مجرد مثال للتوضيح عشان بس يعطيك تصور عن الخاصية. طيب قبل في محاضرات سابقة قلنا أن الـ cancellation law not hold true for matrices، قانون الشطب لا يتحقق دائما للمصفوفات. ما هو قانون الشطب؟ مثلا لو كان عندي A في B تساوي A في C فهذا لا يؤدي إلى أن الـ B تساوي C، يعني ما أقدر أشطب الـ A من طرفه. وشفنا مثال على أن قانون الشطب ليس متحققا بشكل عام، لكن قد يتحقق في بعض الحالات. مثلا يقول لك but not that، لكن لاحظ أن إذا كنا إذا كان لدينا ثلاث مصفوفات A و B و C بحيث أن A في B تساوي A في C حيث الـ A is invertible، هنا في شرط إضافي. قانون الشطب بشكل عام لا يتحقق، لكن إذا كان فيه الشرط الإضافي هذا اللي هو ماذا؟ هو أن الـ A invertible قابل للانعكاس، إذا يكون لدينا التالي. طبعا A عندي A في B تساوي A في C، أقدر أضرب في A inverse من الطرف من جهة اليسار فيصير عندي A inverse في A في B، A inverse في A في C. A inverse في A تساوي مصفوفة الوحدة، تساوي مصفوفة الوحدة، إذن تساوي I في B في I في C. مصفوفة الوحدة إذا ضربتها في أي مصفوفة تعطيك نفس المصفوفة، إذن البي تساوي السي، وبالتالي كأنني استطعت أن يعني كان عندي A في B تساوي A في C، فكأنني استطعت أن أشطب الـ A من الطرفين وأحصل على B تساوي سي. طبعا إذا نقدر نقول أن قانون الشطب يكون متحقق متى؟ إذا كانت المصفوفة المتكررة قابلة للانعكاس.